إدراجا على تدني الرواتب، الفعاليات التعليمية بمدرسة البحتري في الباب بريف حلب تعلق الدوام ليومين وتهدد بالتصعيد. تفاقم المشاكل الاقتصادية والإنسانية شمال غرب سوريا يزيد من معاناة السكان ويرفع كلفة الاحتياجات الأساسية. خسائر بشرية ومادية في صفوف قسد وقوات الأسد بغارات جوية تركية استهدفت مواقعهم شرقية سوريا. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. أصدرت الفعاليات التعليمية في ثانوية البحتري بمدينة الباب شرقية حلب بياناً أعلنت فيه تعليق الدوام لمدة يومين بسبب تدني الرواتب وسوء الواقع التعليمي في المنطقة، وطالب المعلمون في عبر بيانهم أن يتم تسليم باقي المنحة المسلمة من وقف المعارف التركي للمدرسين في باقي المدارس دون استثناء، وحل مشكلات الازدحام عند حصالات النقود في المدينة التي يتم من خلالها قبض الراتب، فيما هدد المعلمون بتعليق الدوام بداية الفصل الدراسي الثاني بشكل نهائي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وينضم إلينا الأستاذ فراس همشري نائب نقيب المعلمين السوريين الأحرار من مدينة الباب. أهلا بك سيد فراس، هل هنالك استجابة وخطط من الجهات المانحة لتلبية احتياجات المعلمين؟ حياك الله أنسراف، الله يحفظك يا رب، حياكم الله. بالنسبة للجهات المانحة أنسراف، حتى الآن لم نرى أي وعود مستقبلية بالنسبة لتلبية احتياجات المعلمين، فالوعود اللي كانت مجرد أنه زيادة على المنحة كانت 100%، هالحكي من تقريبا شهرين أو ثلاثة، تمام؟ حتى الآن وصلت الزيادة 25% في الشهر الأول، تمام؟ والشهر الثاني كانت الوعود انه راح تكون الكامله لنهايه الشهر، بدايه الشهر الثاني راح تكون زياده كامله. فالوعود اللي عم نتلقاها من الجهات المانحه او حتى من التربيات كلها وعود مجرد يعني وعود وهميه، ما عم نشوف نحن شيء على ارض الواقع حتى الان، ان كان من الزياده او من كان تحسين الوضع المعيشي للمعلم او حتى من التحسين العمليه التعليميه. نعم أستاذ فراس، أنتم في النقابة، ما دوركم مما يجري وهل تمتلكون أدوات الضغط لتحسين واقع المعلمين؟ دور النقابة دائما أنستي بالنسبة لهالموضوع تحسين الواقع التعليمي والمطالبة في تحسين الوضع المعيشي للمعلم. نحن حتى الآن عم نطالب بهاي الصفتين الأساسيتين اللي هي تحسين الوضع المعيشي للمعلم وتحسين الواقع التعليمي بالنسبة بالمدارس بشكل عام في الشمال المحرر. فحتى الآن لم نرى أي تجاوب من الجهات المسؤولة بالنسبة لهالأمور هاي. يعني بالنسبة لموضوع الكتب، حتى الآن تأمين الكتب الدفاتر للصف الأول للصف الثاني غير موجودة حتى الآن. رواتب المعلمين على موجب ما نحن عم نشوف حتى الآن الزيادة كانت يعني على موجب الصرف زيادة غير جيدة، تمام؟ الوسائل التعليمية بالنسبة لداخل المدارس غير جيدة حتى الآن وغير كافية، نعم، لتحسين العملية التعليمية. وتجاوب من قبل الجهات المسؤولة على جعل النقابي كممثل شرعي للمعلمين ووضعها، نعم، ضمن تنظيمات المدارس المحلية، حتى الآن لم يتم تجاوب بهذا الأمر. أستاذ فراس، التهديد بوقف العملية التعليمية ألن يؤثر سلبا على الطلاب وسينعكس أيضا على الواقع التعليمي الذي تطالبون اصلا بتحسينه؟ انستي بالنسبه للواقع التعليمي يعني بشكل عام هو بمرحله انهيار، تمام؟ راتب المعلم اللي هو حتى الان لم يتجاوز ال 100 دولار، هذا يؤثر سلبا على العمليه التعليميه دون الوقوف في الاضراب، تمام؟ والنقابه دورها انه تعمل على تحسين هالواقع هذا، مو دوره انه ياثر سلبا على عمليه التعليم. طبعا نحن عم نحاول جاهدين انه نحن نعمل نحسن في العمليه التعليميه وبنفس الوقت ما ياثر سلب هذا الامر الاضراب على العمليه التعليميه، تمام؟ واحتمال المعلمين الفصل الثاني يكون في يعني احتجاجات كبيره خلال الفصل الثاني وبدايه الشهر الثاني على موجب، نعم، الوضع الحالي الذي يوجد الان.
نعم، أشكرك الأستاذ فراس همشاري نائب نقيب المعلمين السوريين، كنت معنا من مدينة الباب. أطلق عدد من الطلاب الجامعيين المتفوقين مبادرة تحت عنوان همم طلابية لمساعدة زملائهم المستجدين في جامعتي غازي عنتاب وباشاك شهير في مدينة الباب شرقية حلب، وذلك من خلال دورات مجانية في اختصاصات عدة. استعدادا للامتحانات الجامعية القادمة، تسعى الطالبة سبال الخلف إلى تطوير مهاراتها في الدراسة من خلال مشاركتها في دورة تعليمية. دورة مجانية أطلقها فريق بادر التطوعي في مدينة الباب شرق حلب تحت مسمى همم طلابية. التحقت في هذه الدورة والحمد لله كانت النتائج مرضية جدا، بعد أن كانت اختباراتي في الاختبارات الأولى كانت علاماتي متدنية جدا، الحمد لله أصبحت معلوماتي أفضل بكثير، وإن شاء الله في الاختبار الثاني سأحقق نسبة نجاح عالية إن شاء الله. 92 طالبا وطالبة من المستجدين في جامعتي غازي عنتاب وباشاك شهير وجدوا في هذه الدورات فرصة لزيادة معارفهم وصقل مهاراتهم، مستفيدين من خبرات الطلاب القدامى المتفوقين القائمين على المبادرة. أما إذا كانت المرونة لما فتحنا التسجيل كان عدد المقدمين كبير جدا، كانوا 150 طالب وتقدم والتزم منهم 93 طالب وطالبة. فنظرا للعدد الكبير تم زيادة المدة الزمنية من شهر لشهرين، وتم خلال الشهر الثاني عمل دورات مراجعة لجميع المواد لكي يكون الطلاب قادرين على فهم المادة من جميع نواحيها، وأسأل الله تعالى أن يكون قد وصلنا إلى هدف هذه المبادرة. والإشارة ناقص. 8 أسابيع على انطلاق الدورات التعليمية قدم خلالها الطلاب القدامى المتفوقين عشرات الدروس والتدريبات في اختصاصات شتى منها الرياضيات والاقتصاد والتجارة والسياسة، تدريبات أحدثت فارقا ملحوظا على مهارات الطلاب المستجدين وقدراتهم حسب تعبيرهم. تقوية طلاب الجامعات المستجدين في العديد من المواد هدف القائمين على هذه المبادرة، والتي من شأنها دعم الطلاب وزيادة مهاراتهم وقدراتهم خلال التقدم للامتحانات. مجد العمر، حلب اليوم، مدينة الباب. نشرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إعلانات طرقية توعوية وضعتها في الشوارع وعلى مداخل البلدات والمدن بريف حلب، واحتوت الإعلانات على التعريف بضرر المخدرات والابتعاد عنها والتحذير من انتشار الرشوة، وخصصت رقما للإبلاغ عن أي حالة رشوة أو حالة من حالات التعاطي مع تعهدها بالحفاظ على خصوصية وأمن المشتكي. قال فريق منسقو استجابة سوريا إن حد الفقر ارتفع بنسبة كبيرة خاصة مع عدم التوافق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا لمدة كافية، مما يرفع مستوى الاحتياجات الأساسية إلى الذروة في وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل قياسي. التقرير والتفاصيل. تتفاقم المشكلات الاقتصادية والأوضاع الإنسانية شمال غربي سوريا، ما يرفع عتبة احتياجات أكثر من 4 ملايين نسمة تقطن إدلب وريف حلب، منطقة تفتقد بدرجة كبيرة مقومات الحياة الأساسية من غذاء وتدفئة وطبابة، وخاصة مع تراجع دعم المخيمات. فريق منسقو استجابة سوريا قال في بيان إن شمال غربي سوريا يشهد انهيارا اقتصاديا متزامنا مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وعدم قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية في حدها الأدنى، خاصة النازحين في المخيمات التي تفتقر في كثير من الأحيان المستلزمات الأساسية كالغذاء والماء والتدفئة، ليصبح أكثر من 2 مليون نازح في مخيمات الشمال عاجزين عن تأمين متطلبات الحياة. الفريق أكد في بيانه على ارتفاع حد الفقر شمالي سوريا إلى أكثر من 9800 ليرة تركية، بينما وصل حد الفقر المدقع إلى نحو 7000 ليرة. وبسبب عدم وجود نظام إداري فعال واقتصار تقديم الخدمات الإدارية على المجالس المحلية قليلة التمويل والدعم،
فإن 94% من القاطنين شمال غربي سوريا غير قادرين على تأمين وقود التدفئة بشكل كاف، و 74% من النازحين لم يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام. من جانب آخر، تفتقر مناطق شمال غربي سوريا إلى الحركة الاقتصادية المنظمة والتسهيلات الاستثمارية في ظل عدم توازن الدخل والتوزيع غير العادل للعائدات على السكان، ما خلق طبقتين متباينتين. الأولى وصلت مرتبة الثراء، حيث تتركز الأعمال التجارية والاقتصادية بيد فئة صغيرة، والأخرى أصبحت تحت خط الفقر وتشكل الغالبية العظمى من أهالي المنطقة. في هذه الظروف يزيد تخاصم المجتمع الدولي حول إدخال المساعدات إلى سوريا من مأساة السوريين، الأمر الذي يضعهم في أزمة معيشة حقيقية يتخوف أن تتحول إلى كارثة إنسانية. وفي سياق التحضيرات لانطلاق مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري، التقت قناة حلب اليوم بوزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري للحديث أكثر عن موعد افتتاح المؤتمر والمعرض، فلنتابع. طبعا مؤتمر الاستثمار اللي راح ينعقد ب 17 و 18/1 راح يترافق مع معرض للمنتجات في المناطق المحررة. طبعا مدة المعرض 4 أيام، متوقع أنه يكون عدد الزائرين بالآلاف كونه أول معرض. طبعا عدد الأجنحة هي 53 جناح. طبعا العدد كان محدود كونه بفصل الشتاء، فاخترنا مكان مسقوف وما استوعب أكثر من هيك. طبعا موزع في 42 منتجين سوريين فقط، في 7 شركات تركية طبعا هي موجودة ضمن المحرر لكن أصحابها أتراك، وفي 4 جناحات أجنحة في شراكات بين منتجين سوريين ومنتجين أو شركاء من جنسيات أخرى. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. افتتاح أول شركة تاكسي في المناطق المحررة وتخصيص جزء منها لنقل الإناث. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قتل 5 عناصر من قوات الأسد وأصيب 4 آخرين إثر غارة جوية تركية استهدفت مفرزة أمنية في قرية زبانة بريف القامشلي، في حين أعلن وزير الدفاع التركي استهداف 10 مواقع لقسد وحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق. تصعيد غير مسبوق للقوات التركية ضد عناصر قسد وحزب العمال الكردستاني شمال سوريا والعراق أسفر عن تحييد 77 عنصرا وتدمير 78 هدفا من كهوف وملاجئ ومنشآت نفطية وفق وزير الدفاع التركي، إلا أن التصعيد هذه المرة لم يقتصر على عناصر قسد بل امتد أيضا لأطال عناصر سلطة الأسد. مصادر خاصة من مدينة القامشلي أكدت لحلب اليوم أن الطائرات التركية المسيرة استهدفت خلال 48 ساعة الماضية ما يزيد عن 50 موقعا لقوات قسد ونقاطا مشتركة مع قوات سلطة الأسد بريف القامشلي، أسفرت عن خسائر من قوات الأسد وخروج عدد من المراكز التابعة لقسد عن الخدمة. إحدى تلك الغارات وفق المصدر استهدفت موقعا مشتركا لسلطة الأسد وعناصر قسد في قرية دبانة قرب فوج طرطب بمدينة القامشلي، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر من قوات الأسد وإصابة 4 آخرين بجروح. كما شملت الحملة أهدافا وصفتها المخابرات التركية بالاستراتيجية، من ضمنها شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في منطقة عين العرب شمالي حلب، حيث نقلت وكالة الأناضول عن المخابرات التركية أن تنظيم البيكيكي يواصل استخدام جزء من حرم منشأة لافارج كمقر عسكري منذ 2015، المنشأة التي ثبت تورطها سابقا بتمويل تنظيم الدولة وفق وثائق سابقة كشفتها الوكالة. التصعيد التركي أتى عقب إعلان وزارة الدفاع التركية
قبل أيام مقتل 9 من جنودها وإصابة آخرين خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني PKK شمالي العراق إثر هجوم نفذه الحزب على قاعدة تركية في منطقة عملية المخلب القفل. وينضم إلينا الدكتور يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي التركي من اسطنبول. أهلا بك سيد يوسف. الضربات الأخيرة قتلت عناصر من قوات الأسد، ما دلالات ذلك؟ مساء الخير، تحياتي لكم مستمعي المشاهدين. بداية تركيا عازمة على استئصال كل التهديدات الإرهابية على حدودها، وبالتالي نعم كل من يدعم المنظمات الإرهابية سواء كانت PKK YPG PYD قصد وغيرها تعتبر هدفا مشروعا سواء هي أو من يدعمها، وبالتالي هنالك نعم هي أهداف تم استهدافها من قبل وزارة الدفاع التركية وتم تحييد هذه التهديدات. هذا يدل على أن حتى لو كان هنالك دعما من النظام الذي هو الآن يتعاون ربما أو يهيئ أو يمد هذه المنظمات الإرهابية بالدعم اللوجستي والعسكري، فأيضا يعتبر هدفا مشروعا لتركيا. تركيا مصممة وعازمة على استئصال هذه التهديدات أينما وجدت وفي أوكارها، لن يتم التنازل عن هذا المبدأ، والأمن القومي التركي هو خط أحمر بالنسبة إلى تركيا. نعم سيد يوسف، ما الجديد في هذه الحملة التركية الأخيرة، وهل ستتقلص قوة قسد والPKK من وجهة نظرك؟ لا جديد، بأنما هنالك عزم إضافي وهنالك استهداف لمراكز كانت تعتبر خارج الشبهات. لافارجي الفرنسية الذي يعتبر هي مصنعا أو هي عبارة عن مكانا لتوريد أو لشركة مصانع الإسمنت الفرنسية، هي وكر حقيقي لهؤلاء الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، وهي تدعم لبناء الأنفاق لهم وبناء المخابئ لهم، وبالتالي كان هنالك ثكنات أسلحة وثكنات عسكرية ضمن هذه المباني، وتركيا استهدفت هذه المباني بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. هذا هو الجديد، أن تركيا ستستهدف جميع الأوكار، كما تم استهداف أيضا بعض المناطق التي فيها عبارة عن حقول للنفط أو أماكن لتخزين النفط المستخرج، كان أيضا هنالك مخابئ أسلحة للPKK. إذن هذا هو الجديد، لن تترك تركيا أي مخبأ أو مكانا ويتم استهدافه وتحييد الإرهابيين الموجودين به. نعم، إلى أي مدى يمكن أن نشهد عملية برية تركية شمال سوريا في الأيام القادمة؟ العمليات العسكرية ستستمر، أتوقع العملية العسكرية شاملة كبيرة، ولكنها ستكون غطاء جوي وتكون بتحييد أكبر ممكن باستخدام الطيران المسير والطيران الجوية، وإذا ما لزم الأمر يجب أن يكون هنالك عملية برية لفرض السيطرة على الأرض وتطهيرها بالكامل من جميع الجحور والمخابئ التي هي تعتبر تهديد حقيقي للأمن القومي التركي. من السابق لأوانها التكلم عن عملية برية، ولكن هنالك اجتماع تم وكانت من أهم القرارات ضرورة أن يكون هنالك استئصال كامل لجميع التهديدات على الحدود داخل الشمال السوري وداخل الشمال العراقي، وعمل كل ما يلزم من عمليات عسكرية جوية وبرية. متى وكيف هذا يبقى في التحضيرات السياسية والعسكرية للحكومة التركية. نعم، أشكرك دكتور يوسف كاتب أوغلو، كنت معنا المحلل السياسي التركي من اسطنبول. قررت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إرسال 1500 جندي من لواء المشاة إلى سوريا والعراق لمحاربة تنظيم الدولة وفقا لشبكة CBS نيوز الأمريكية. وأضافت الشبكة إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار حملة عسكرية تهدف إلى هزيمة تنظيم الدولة، ومن المخطط أن يتم نشر القوات في المنطقة لمدة عام، لافتة إلى أن الجنود سيتوجهون إلى قاعدة فورت بليس في ولاية تكساس لتلقي تدريبات تستمر لمدة 5 أسابيع قبل انضمامهم إلى مهمتهم في سوريا والعراق. قال الائتلاف الوطني إن ربط المساعدات الإنسانية بموافقة سلطة الأسد هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية للمهجرين والنازحين في الشمال السوري. وفي السياق ذاته قال فريق الاستجابة سوريا إن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبيا للحد من الحرائق، وأنه مع انخفاض درجات الحرارة في شمال غرب سوريا سجلت المنطقة العديد من حالات الحرائق والاختناق نتيجة استخدام تلك المواد.
استفاقت مخيمات النازحين في أطما شمال إدلب صباح اليوم على فاجعة اختناق 3 أطفال أشقاء جراء استنشاقهم انبعاثات من مدفأة تعمل بالفحم. التفاصيل مع مراسلنا سعيد السعيد. نحن هنا في مقبرة مخيمات أطما بريف إدلب الشمالي، حيث استفاقت هذه المخيمات على خبر وفاة 3 شبان من مهجري مدينة الأطامنة إلى هذه المخيمات. لمزيد من التفاصيل نلتقي بأحد أقارب العائلة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله سعيكم أجركم وأجر المحسنين. أشو اللي صار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني استيقظنا في الساعة 4 أو بالأحرى تم إيقاظنا على خبر وفاة 3 أطفال وهم أولاد خالي. القصة كما رويت يعني أن الوالدتهم مساء وضعت لهم صندوق الفحم الذي يوضع في المدفاة بعد أن أصبح جمر، يعني وضعته لهم في غرفتهم وغرفتهم محكمة الإغلاق. للأسف تم استنشاق يبدو رائحة رماد الفحم مما أدى إلى اختناقهم، وللأسف يعني لا يوجد بديل عن هذه الوسيلة هنا، خاصة مع ضيق العيش وقلة الدعم والمساعدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الغرفة لم يكن فيها أي منفذ لخروج هذه المادة السامة القاتلة. لما جاءت الوالدة إلى غرفتهم فتحت الباب، وجدت الابن الأكبر ملقى على الأرض كأنه يحاول أن يفتح الباب لكي ينقذ نفسه وينقذ أخويه، لكن للأسف يبدو أنه وقع وسقط على الأرض ولم يتمكن من عمل شيء. تم إسعافهم إلى المشفى لكنهم يبدو فارقوا الحياة، لم يستفيدوا شيئا. ثم عادوا بهم إلى البيت، لاحظوا أن هناك حركة أو شيئا يخرج من أفواههم، عادوا بهم إلى المشفى، لا يوجد نتيجة، حتى يعني سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى، أيقنوا أنهم قد توفوا. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان واليقين والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم ونسأل الله أن يلهمكم الصبر والسلوان. آمين. إذن وكما أخبرنا أن الشبان 3 توفوا إثر استنشاقهم أدخنة احتراق الفحم الحجري الذي هو بالفعل تستخدمه كافة أو أغلبية العوائل هنا في هذه المخيمات لعدم وجود البدائل أو لغلاء ثمن البدائل الأخرى. سعيد السعيد، حلب اليوم، من مخيمات أطما. افتتحت مجموعة الوسيم التجارية العاملة في مناطق شمال غرب سوريا شركتها الجديدة تاكسي الوسيم، والتي تعنى بتوفير النقل المأجور لمحتاجي هذه الخدمة، وتعتبر الأولى من نوعها في المناطق المحررة. المزيد في التقرير التالي. إخواني، إحنا موجودين اليوم لنفتتح شركة تاكسي الوسيم، المشروع الأول في 25 سيارة أطلقتها شركة الوسيم التجارية لدخول سوق العمل ولأول مرة في المناطق المحررة في مشروعها الجديد تاكسي الوسيم لتوفير خدمات النقل المأجور لسكان الشمال السوري بطريقة جديدة وعصرية وبمواصفات عالمية. ستتوزع السيارات فيها على الدوارات ومفارق الطرق بغية الوصول السريع لمحتاجي هذه الخدمة. مجموعة الوسيم اليوم افتتحت أحد مشاريعها اللي هو تاكسي الوسيم. طبعا نحن مش أي تاكسي موجودة بالبلد، هي عبارة عن شركة متكاملة بمواصفات وتقنيات عالمية. سيارتنا بتحوي على كتير تجهيزات عصري، فيها ميزات كتير حديثة وموجودة بالمنطقة. حاليا صار عندنا تاكسي تسق في كل الشمال السوري، بيخضع لجميع المعايير الأمن. ستوفر تاكسي الوسيم الإنترنت المجاني وشاشات الترفيه والملاحة ومتابعة الرحلة وتسجيلها عبر كاميرات وضعت في قلب السيارات لزيادة نسبة الحماية فيها وغيرها من الخدمات، ولعل أبرزها هو سيارات وسائقات خاصة لنقل الإناث بسيارات تتميز عن غيرها بوضع شريط وردي اللون عليها. هذا الشيء جديد مبتكر بالمحرر، يعني ما كان شيء موجود عنا. أنثى كفكرة، أنثى توصل الأنثى لمكان البداية والوقت اللي هي بداية، هي نقطة كتير جيدة، وإن شاء الله خطوة لقدام، يعني شيء جديد. حسب مسؤولية الشركة ستوفر عددا من الخدمات الإضافية كتأمين المواصلات للمدارس والجامعات والمؤسسات وخدمة رجال الأعمال،
وستبدأ الأجور فيها بنصف دولار لكل كيلو متر ضمن الرحلة، وهذا ما قد يراه البعض لا يتناسب مع أوضاع عامة السكان في شمال غربي سوريا. سعيد سعيد، حلب اليوم. أهلا وسهلا فيكم جميعا، شرفتونا. يصادف اليوم 15 من شهر كانون الثاني الذكرى 11 لمجزرة كلية العمارة في جامعة حلب، والتي ارتكبتها قوات الأسد واتهمت حينها فصائل الثوار. الطالب إلهان نعسان الشاهد على تلك المجزرة يروي لحلب اليوم تفاصيلها. 15/1/2013 يوم مأساوي عدى بحياتي، لأنه أنا شفت الجثث قدامي، جثث الطلاب. أنا الطالب إلهان نعسان. بهذاك اليوم كنت طالب، أنا سنة ثالثة في جامعة حلب لغة عربية. كنت أنا موجود بالجامعة وقت صار القصف، وأنا ما رحت من قدام كلية العمارة، اتجهت لكلية الأداب. وصلت لكلية الأداب يعني الفارق 5 دقائق تقريبا يعني، والمسافة تقريبا 100 متر أو أقل من 100 متر. كنت أنا وصديق لي باركين من بكلية الأداب وصار القصف. شهدت بأم عيني الناس كيف عبط الطائر، صار القصف بنصف الطلاب بكلية العمارة. راح كثير طلاب، يعني الإحصائية الأولية أذكر كانت 80 أو 90 طالب. أنا أتوقع يعني أكثر من 100، لأنه تعرضت وحدة سكنية من السكن الجامعي للقصف، تعرضت كلية العمارة للقصف، كلية الفنون الجميلة للقصف، في دوار ما عدت أذكر اسمه كمان تعرض للقصف، يعني مات ناس كثير كثير. دخلنا على المبنى الكلية، من الأضرار اللي صارت بكلية الآداب صاروا ينادوا الشبيحة اللي بكلية الآداب أنه هذا قصف هاون، الإرهابيين عم يقصفوا هاون، مع أنه أنا شفت بعيني البالونات الحرارية اللي ألقته الطائرة بعد ما قصفت يعني، وحجم الدمار اللي ولدوا القصف يعني أكبر من حجم قذائف هاون أو ما إلى ذلك يعني. جامعة حلب بشكل عام من أوائل الجامعات اللي خرجت ضد النظام، خرجت يعني من بداية الثورة السورية بلشت تخرج مظاهرات بجامعة حلب مناطق محررة، أو أثارت حفيظة النظام هذه المظاهرات. استخدم كثير من الوسائل بإخماد هذه المظاهرات ما نجح. بقى أظن يعني لقى هي الطريقة، أنه قتل الطالب هي أنجح طريقة بإسكاته. بالنسبة لي هذا كان يوم تحول تاريخي بحياتي، يعني أنا كنت أخرج من مظاهرات جامعة حلب، بس كنت متمسك بالعلم، متمسك بالجامعة، ما أترك الجامعة كرمال وحشية النظام. بس بهذا اليوم تحولت، أنا تخليت عن الجامعة في سبيل الحرية، في سبيل الثورة، والحمد لله رب العالمين. بسبيل هذا الله أكرمني ورجعت كملت جامعة بجامعة إدلب وتخرجت، والآن عم بكمل ماجستير بجامعة حلب. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في.نت. دمتم برعاية الله.